إذن أهلا وسهلا بكم متابعي ومشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم من خلال البث المباشر هنا دائما من شوارع فاس. نقول لكم بالصوت والصورة الأجواء الصباحية هنا دائما من قلب العاصمة العلمية للمملكة. كيفاش داير قطاع النقل العمومي هنا في مدينة فاس أو وسائل النقل العمومي؟ واش في نظركم ترقى المستوى المطلوب أم أنها لا ترقى لمستوى تطلعاتكم؟ متابعينا دائما معكم في البث المباشر هنا دائما من شوارع فاس العاصمة العلمية للمملكة، كناخذكم في جولة صباحية كما عودناكم، كنناقش معكم موضوع من المواضيع كيفاش دايرة شوارع أو قطاع النقل بمدينة فاس، واش القطاع ديال النقل ووسائل ديال النقل ترقى لمستوى التطلعات ديالكم أم أنها لا ترقى لهذا المستوى ديال التطلعات ديالكم. متابعينا دائما معكم في اليوم 24 من هذا الشهر افريل، تفصلنا عفوا من اليوم 26 افريل، تفصلنا فقط يعني اقل من اسبوع على عيد الفطر. فانا كنقول لكم عواشركم مبروكة مرة اخرى بالصحة والسلامة والعافية وكامل المتمنيات يا رب، والله يجعل هذه العشر الأواخر من رمضان تكون مغفرة للذنوب وتكون فيها عظيم الأجر والثواب والمغفرة. متابعينا دائما معكم من قلب مدينة فاس، شوارع مدينة فاس، كنقول لكم بالصوت والصورة الأجواء الصباحية، وكنتحدث معكم على هذا الموضوع ديال النقل أو قطاع النقل العمومي في مدينة فاس، الأسطول ديال الحافلات ديال النقل بمدينة فاس، واش ترقى المستوى التطلعات ديالكم؟ هذا هو السؤال المطروح، ودائما في انتظار تعليقات ديالكم. غادي نخلو لها السادة المتابعين الكرام من خلال هذا البث المباشر. كنظن على ان الناس مازالين ناعسين. صباح الخير ملاك، تبارك الله عليك، صباح الخير دائما حاضرة ملاك، دائما تتابع البث المباشر ديال قناة شوف تي في كل يوم، فكنحييك على حسن التتبع ديالك وعلى التعليقات ديالك والتفاعلات ديالك. إذا المتابعين دائما معكم في البث المباشر هنا من مدينة فاس، كناخذكم في جولة صباحية كما عودناكم، ناقش معكم موضوع ديال قطاع النقل، كيفاش دايرة يعني النقل في مدينة فاس، وكنعرفوا لأن مدينة فاس تستحق على أن يكون فيها ترامواي. سولنا الناس، خرجنا وسولنا الناس على علاش فاس ما فيهاش ترامواي، وكانت إجابة صادمة، كل واحد كيقول لك فاس مهمولة، فاس ما عطيناهاش الاهتمام ديالها، فاس مدينة متروبول نورمالمون خصها يكون فيها تراموي، خصها يكون فيها حافلات ديال النقل المدرسي، عفوا النقل العمومي في المستوى المطلوب. كنشوفوا الاهتراء ديال الحافلات، وراكم شفتوا احد الفيديوهات اللي تنشر على قناتكم شوف تي في، كيفاش داير يعني كيفاش داير الاسطول ديال الحافلات ديال النقل العمومي، كيفاش دايرين في مدينة فاس للأسف الشديد. المدن اللي مشاو بعيد في هذا القطاع ديال النقل العمومي، كاين مدينة الدار البيضاء اللي تبارك الله فيها، حتى هي فيها مشاكل، ماشي ما فيهاش مشاكل، ولكن تقدمات علينا بسنوات ضوئية في القطاع ديال النقل العمومي. كاينين يعني كتشوف كاين ترامواي هنا في فاس، الكل يحلم على أن يكون عندنا ترامواي، وكذلك تحسن الجودة ديال الحافلات اللي كتكون في المدينة ديال فاس. وكان يعني يأمل المواطن الفاسي باش المجلس الحالي اللي تم انتخابه مؤخرا باش يخرج الساكنة ديال فاس من هاد يعني هاد العزلة اللي هي فيها، وهاد يعني الاهتراء ديال الحافلات، كانت كتأمل على أن يتم يعني إصلاح ما يمكن إصلاحه من خلال القطاع ديال النقل العمومي، وكذلك بزاف ديال القطاعات اللي كتضر اللي مضره في مدينه فاس كالصحه، وكطلع طلع السي اش يو شوف شنو واقع السي اش يو على برا، شوف الناس كيفاش مكرصه، شوف المعاناه الحقيقيه ديال المواطن في المستشفيات، في التطبيب دائما ناس كيعاني وكيشكيو، الرونديفويات اللي سبق لنا هضرنا على 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 الموضوع ديال التاجيل ديال الرونديفويات، ولا كتمشي عيان باش تطبب وباش الدواء، فكتلقى راسك امام واحد الرونديفو اللي سير ضيم، سير واحد 3 شهور ولا 4 شهور لو مينيموم، سير واحد المده عاد باش ديك الساعات يكون عندك الحق في التطبيب.
وهذا الشيء زعما صراحه خصنا نتجاوزوه. حنا في المغرب متقدم، كنشوفوا الان فين وصل المغرب الحمد لله، غادي بواحد الخطوه ثابته نحو يعني الدول المتقدمه بطبيعه الحال، ولما لا. لكن باش نصلحوا وباش نزيدوا نتقدموا خصنا جوج ديال القطاعات اللي اساسيه، هي القطاع ديال الصحه والتعليم. خصنا نشوفوا نصلحوا الصحه والتعليم باش ممكن لان المغرب نشوفوه في يعني في المراتب الاولى ديال في الترتيبات الاولى. متابعينا ومشاهدينا الكرام، اذا دائما معكم في هذا البث المباشر هنا من مدينه فاس، كنقول لكم هذه الاجواء الصباحيه كما عودناكم دائما، وكنناقش معكم موضوع معين كيبان لي لان كاين تفاعل فاس و فاس المشكل ديال الطوبيسات حيت جميع تمام نعم. هما كتشوفوا الدراوي رضا، التعليق ديالك بخصوص يعني هذا القطاع ديال نقل الطوبيسات بصفة عامة هنايا والقطاع ديال الطاكسيات كاين بالخصوص القطاع ديال الطوبيسات مشاكل تعانيها ساكنة فاس بسبب النقل العمومي. انتما كتسمعوا التعليقات، حنا كنقترحوا الموضوع والتعليقات ديالكم كتثبت المشاكل والمعاناة الحقيقية اللي كتعانيها ساكنة فاس مع هذا القطاع ديال النقل العمومي. ما كاينش طوبيسات في المستوى المطلوب، راه ما كاينش طوبيسات في المستوى المطلوب. باش نهضروا نقولوا الواقع، الواقع راه هو هذا. صباح الخير والبركة والتيسير، صباح النور أخي أبو هلال. من أين تتابعون قناة شوف تي في هذا الصباح؟ كنقول للناس اللي كيتابعونا كاملين عواشركم مبروكة، كنحييكم بزاف وكنشكركم على حسن التتبع ديالكم والمشاهدة والوفاء لقناتكم، دائما قناة الشعب اللي كتهتم بالمواضيع اللي كتكون في صلب اهتمامات المواطن المغربي والفاسي. متابعينا دائما معكم في البث المباشر هنا من مدينة فاس، هذه هي الجولة الصباحية اللي كعتدنا معكم نديروها دائما. نشكركم بزاف على حسن التتبع والمشاهدة، إلى من لقاء بكم في بث مباشر آخر، دمتم في أمان.